البث في الفيديو السابق، ونتمنى من الأصدقاء إن شاء الرحمن اللي موجودين معانا لو في أي سؤال يخص طبعا تربية النحل أو الموضوع اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو خاص بتقوية الخلايا الضعيفة، نتمنى طرحه وإن شاء الله يتم الرد على الجميع. يعني أنا حبيت إن أنا أقوم بعملية بس مباشر مرة تانية لعل الأصدقاء اللي متابع أي استفسار إن شاء الله يتم الرد عليه. طيب على ما الأصدقاء تنضم معانا، أتكلم بس في بعض النصائح فيما يخص التكذيب بالخصوص أو الأمهات الكاذبة. زي ما أنا تكلمت إن موضوع الأمهات الكاذبة ربما يكون السبب الأساسي في الأخ النحال، وتكلمت أنا أولكم في الموضوع ده، ولذلك عشان أتفادى التكذيب عندي داخل المنحل لابد إن أنا أول حاجة موضوع إن أنا أجي أقوم بتقسيمات لازم يكون عندي ملكات أو بيوت ملكية. لو أنا قمت بالعمل دوت نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا هتفادى التكذيب. الأمر الآخر، الخلايا اللي بيخرج منها طرود، تمام، سواء الخلية الأم أو الطرود اللي أنا بقى أسكنها، لابد إن أنا أكون متابع ليها حتى نقدر نقول تتلقح الملكات العذارة اللي في الطرود ومن ثم تضع البيض. معنى إن العذرة اللي في الطرد اتلقحت أو اللي في التقسيم اتلقحت ووضعت البيض، أنا كنحال بقيت نقدر نقول مطمئن، لأن طالما هي لسه عذرة لسه في نقدر نقول قلق بالنسبة لي. ليه؟ لأن لا قدر الله لو اتأخرت في التلقيح أو تم فقدان الملكة، تمام، وأنا ما عنديش بديل، خلاص الخلية دي نقدر نقول هتخش في مرحلة تكذيب، مرحلة إن الشغالات اللي هتكون داخل الخلية كلها أو معظمها كبير في السن، ومن ثم هيكون صعب السيطرة، بالخصوص لما يكون الخلية فيها كثافة نحلية قوية، يعني خلية 6 براويز، خلية 7 براويز، بيكون أمر صعب السيطرة عليها، عكس ما يكون خلية بروازين 3 بيكون الأمر بالنسبة لها سهل، تمام. فنتمنى طبعا من الأصدقاء اللي منضموا معانا أولا يضغطوا على الإعجاب لعل الأصدقاء الآخرين ينضموا لنا، واللي عنده أي سؤال نتمنى طرحه، لأن إن شاء الرحمن البث دوت نقدر نقول إحنا مخصصينه للي عنده أي سؤال إن شاء الله يتم الرد عليه أو يتم الإجابة عليه، تمام. ونتمنى طبعا معرفة هل الصوت واضح بالنسبة للأصدقاء اللي بتتابع معانا ولا في أي مشكلة. كان في بعض أصدقاء سألني سؤال، أخ أتوقع من سوريا، على فيما يخص موضوع ست الشمع أو دودة الشمع اللي موجودة داخل الخلية. أولا عشان أتفادى عسة الشمع أو دودة الشمع لابد إن أنا أنظف أرضية الخلية باستمرار، دي رقم واحد. رقم اتنين، كل ما أجي أقوم بعملية فحص الخلية مثلا كل 5 أيام 6 أيام، لو لقيت أي حاجة في أرضية الخلية، بقايا عجائن سكرية، بقايا شمع، أي حاجة في أرضية الخلية أبتدي أنظفها بالعتلة بتاعتي، العتلة اللي بتكون متواجدة مع النحال، يبتدي النحال ينظف الأرضية. ليه؟ لأن تنظيف الأرضية بتاع الخلية ده كله بيخلي الخلية نقدر نقول ما تكونش بيئة صالحة أو بيئة خصبة بالخصوص لعسة الشمع أو دودة الشمع، تمام. يعني هي الأمور كلها بسيطة، بس نقدر نقول محتاجة إن الأخ النحال لما نقدر نقول يكون في المنحل، يعني مش هنقول يشتغل بضمير لأن ده أكيد ماله، هو أكيد هيخاف على ماله أكتر من أي أحد، ولكن مقصود كلامي يدي للعمل داخل المنحل حقه. نتمنى نأخذ الشيء ده بعين الاعتبار. أخويا سميح، نسأل الله تكون في خير وفي نعم، اللهم أمين يا رب. تحياتنا طبعا ليك والأصدقاء في لبنان. بتقول عندك خلية كانت قوية طبقين انهارت انهيار كبير ويوجد نحل زاحف، بماذا تنصحني؟ طيب الأخ الكريم الله يبارك في عمرك، أخويا سميح الله يبارك فيك، ما احنا عاوزين بس نعرف سبب الزحف ده ايه. ما هو أنا صعب إن أنا أقول لك سبب الزحف ده ايه. هل مشاكل لقدر الله فيروسية؟ هل تسمم لقدر الله؟ تمام، هو في مشكلة ولابد المشكلة دي نعرفها عشان نحلها، لأن طالما المشكلة ما تحلتش أصبح الانهيار دوت والزحف ده يخليه مستمر، تمام. فأتمنى منك لو معايا رقم، لو معاك رقم الواتس أب
المصري، اتمنى تتواصل ترسل لي بس فيديو للخلية ديت اقدر ارد عليك، هل لا قدر الله مثلا في مشكلة تمام، او موضوع ربما يكون بس محتاج انك انت تنقل في خلية اخرى مثلا وترفع مناعة النحل، يعني يا ريت ترسل لي صورة بس عايزين نعرف سبب. ماشي انت بتقول ما عندكش تسمم، هو مش تسمم فقط، ممكن يكون دوت بسبب مثلا انك انت ما كافحتش الفروة مثلا فترة كبيرة جدا، ادى ان الخلية بقى فيها نسبة فيروسات كتيرة تمام، او يمكن يكون لا قدر الله النحل اللي عندك فيه مثلا مشكلة اكارينا تمام، الاكارينا بتأدي لزحف في النحل، او ممكن يكون مشكلة لا قدر الله نزيمة، في مشاكل كتير امراض النحل يعني الله يعفينا ويعفي الجميع يا رب تمام، مشكلة كتير. ولما بتتملك مشاكل الامراض دي من المنحل بتخلي زي ما حضرتك تفضلت كده خلية 20 برواز و30 برواز تنزل معاك للصفر تمام، فلازم نشوف المشكلة عشان نقدر نحلها. انت بتقول ممكن تكون اكارينا، حلو، بس احنا دلوقتي قاعدين نقول ايه، بنخمن فاهم، احنا بلغتنا المصريين يعني بنقول احتمال احتمال احتمال، عشان نشخص بطريقة صحيحة ونشوف الدنيا صح ايه لابد ان انا اشوف خلية النحل. طبعا انا صعب ان انا اجي لك لبنان، فلما ترسلها لي على الواتس اقدر اقول لك اي والله دي مشكلة اكارينا، فنبتدي ناخذ بعض الاجراءات نحل الموضوع ده تمام. وطبعا الله ييسر لك الحال. بس انا هسألك سؤال اخر، هل المشكلة دي داخل الخلية دي فقط والزحف ده داخل الخلية فقط، ولا انتشر في اكتر من خلية في المنحل تمام؟ يا ريت بس تعرفني الشيء ده، ومن ثم يا ريت تصور لي طبعا لما تكون متواجد في المنحل تصور لي فيديو وترسله لي على رقم الواتس تمام. الله يبارك في الاصدقاء، لو في اي سؤال نتمنى طرحه خلال البث دوت، لان احنا نقدر نقول عاملين البث المباشر نقدر نقول للرد على اسئله الاصدقاء اللي منضمه لينا. انا بعتذر فيما يخص البث الاخر ان هو نقدر نقول انقطع الشبكه فيه، فانا حبيت اعمل بث اخر بحيث ان الاصدقاء اللي يكون عندها اسئله تتم طرحها تمام. نتمنى من الاصدقاء اللي بيتابعوا بس يضغطوا على الاعجاب لعل الاصدقاء الاخرين ان شاء الله ينضموا لينا. الاخ سميح بتقول في الخليه ده بس، ما فيش مشكله، ممكن يكون المشكله انا بقول لك داخل الخليه دي فقط. انا هنتظرك ان شاء الله ترسل لي فيديو للخليه ديت لعلنا نشوف بس النحل اللي بيزحف دوت ايه اسبابه او ايه مشاكله، وان شاء الله نقوم بالحل باذن الله تمام. الله يبارك في الاصدقاء، بس في امر لعل الاصدقاء الاخرين ان شاء الله ينضموا لينا نتحدث فيه. في البعض بيترك الخليه داخل موسم العسل مليانه حضنه بكميات كبيره، ونقدر نقول بيتاخر في موضوع وضع الحاجز الملكي. انا طبعا نصحت في الموضوع ده اللي عنده موسم العسل في حدود ال 25 يوم لابد ان هو في اول 10 ايام بعد دخول موسم العسل يضع الحاجز الملكي، سواء الحاجز الملكي على بروازين او سواء الحاجز الملكي ما بين العاسلة وطابق التربية، لابد ان هو يقوم بالعمل ده. الانتظار ان مثلا يعدي 15 و20 يوم في موسم العسل بدون ما نضع الحاجز الملكي ده كله مش في الصالح، مش في الصالح. الا بقى في حالة ان الاخ النحال بمعنى صح مش عاوز عسل وعاوز الخلية تتقدم معاه وتجيش معاه، ونقدر نقول ربما تصل الى التطريد كمان داخل الموسم تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك اضطرابات جوية هذه الاسبوع كيف اغذي، مع العلم ان المرعى جيد لكن النحل قليل السروح. طيب الاخ الكريم، هل المنخفض الجوي جه ولا لسه؟ لو منخفض الجو ما جاش لسه تمام، ودرجة الحرارة نقدر نقول في حدود العشرين درجة، ابتدي اقدم تغذية تركيز واحد الى واحد، واحد سكر واحد مية. ليه؟ التغذيتين اللي انت تقدمهم دولت او الثلاث تغذيات لحد ما منخفض الجو يجي، النحل احنا عاوزينه يخزنها على اساس مثلا لو في حضنة في الداخل او يرقات في الداخل اثناء المنخفض ما يكونش فيه مشكلة تمام. بتقول المرعى جيد، ما فيش مشكلة، بس مرعى ايه بس عشان يكون الكلام واضح؟ مرعى غبائي، مرعى حبوب لقاح، لان لو بتتكلم ان عندك مرعى رحيق يعني بتتكلم ان عندك موسم عسل، فاصبح ان كده من الصعب انك انت تغذي، حتى بس يكون الكلام واضح سواء ليك او الاخ اللي بيتابع معانا تمام.
موضوع بتقول ان النحل قليل السروح، ما هو بقى ممكن يكون النحل في السروح قليل او النحل ضعيف في السروح بسبب نقدر نقول تغير الاجواء. ده امر عامه ما يسببلكش ازعاج. انت اللي تهتم بيه دلوقتي انك انت تغذي تغذيه او اتنين قبل المنخفض، ده الاساس عندنا. تمام اخويا، اتوقع الاخ محمد. تمام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يبارك في عمرك. نتمنى من الاصدقاء لو في اي سؤال يتم طرحه، ونتمنى الضغط على الاعجاب لعل الاصدقاء الاخرين ينضموا لنا. الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير الاخ الكريم. كان في اخ سأل سؤال في البث اللي لسه انقطع تقريبا من نص ساعه، لسه متذكره بس انا ما ردتش عليه. قال ازاي احفز الملكه، وازاي الخليه تضع ملكه تضع بيض في الخليه وما عندوش مرعى ولا رحيق ولا حبوب لقاح. ده ما كنتش انا مخطئ، واتمنى لو الاخ انضم معانا في البث دلوقتي ياكد لي على السؤال اللي كان ساله ده. اولا اخ كريم لو انت متابع معانا، تمام، صعب انك انت تجيش خليه نحل او خليه تتقدم معاك في عدم وجود مرعى من حبوب اللقاح. تمام، لان نقدر نقول ده الغذاء بتاع النحل، ده الركيزه الاساسيه، سواء في بناء الشمع، سواء في انطلاق الملكه في وضع البيض، هي دي الركيزه الاساسيه، بالخصوص حبوب اللقاح. الرحيق نقدر نقول ممكن نضع عليه البديل اللي هو التغذيه السكريه. انما حبوب اللقاح هتضع بديل ايه؟ هتقول عجينه بروتينيه، نعم، بس العجينه البروتينيه مش هتديك نتائج، خلي بالك، العجينه البروتينيه مش هتديك نتائج زي حبوب اللقاح اللي جايه من الزهره. انت لما تيجي تبص الاصدقاء اللي بتتابع معانا ما شاء الله تبارك الله، في البعض ممكن يكون عنده في الخليه 5 براويز حضنه، في البعض عنده 10 براويز في خليه حضنه، يعني خليه يكون ما شاء الله 15 20 برواز، تمام، فيها 10 حضنه سواء في العاسله او سواء في التربيه. تمام، ده كله جاي منين؟ جاي من المرعى الطبيعي. ولما نيجي نسال الاصدقاء ديت في الصيف شهر 8 و9 والايام اللي بتكون فيها جفاف، هل الخلايا عندكم بتكون محضنه بالشكل ده؟ هيقول لك لا. الشتاء هل الخلايا بتكون محضنه بالشكل ده؟ هيقول لك لا. ليه؟ لان نقدر نقول المرعى بيكون مفقود في الفتره دي، او الاجواء كذلك بتعطل النحل عن السروح في بعض الاوقات. تمام، فاتمنى لو انت متابع معانا تستمع للاجابه دي. تمام، اللهم صل على رسول الله، وان شاء الله لو فيما بعد هتتابع معانا ان شاء الله تستمع. الاصدقاء اللي بيتابع معانا نتمنى اولا معرفه الصوت فيه مشكله ولا لا، لو في اي سؤال نتمنى طرحه. الله يبارك في الجميع. بس طالما احنا تكلمنا عن موضوع العجائن، طبعا انا ما افضلش ان احد يضع عجائن بروتينيه، تمام، في التوقيت الحالي ملهاش لازمه. تمام، العجائن البروتينيه ليها توقيت معين، لما يكون المراعي ضعيفه او في شح او كده، كلنا بنقدر نقول بنعمل فيديوهات ونبتدي نقول اللي عنده شح في المرعى يبتدي يقدم عجائن. انما دلوقتي نستغل المرعى اللي موجود، نستغل المرعى ده كمان نركب مصايد حبوب لقاح. تمام اخ علي، الله يبارك في عمرك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستغل كذلك المرعى ان احنا نركب مصايد حبوب لقاح. يا اخي انت لو مش عاوز تبيع حبوب لقاح ماشي، بس طلعت كيلو 2 3 10 هتحتاج ليهم فيما بعد. حتى لو مش محتاجهم للبيع ومش محتاج تقدم للنحل، ده هو غذاء نقدر نقول لا غنى عنه. يعني الاخ النحال لو عنده بعض الاطفال، تمام، ما شاء الله تبارك الله، نقدر نقول كمناعه للاطفال وكغذاء للاطفال حبوب اللقاح ديت، بالخصوص لو النحال مثلا يقدمها مع العسل او كلام من ده، ممتازه جدا بما يرضي الله. تمام، بعدين عندنا القدره ان احنا نطلع منها نقدر نقول كميات في وجود المرعى من داخل الخليه، كميات كبيره. يعني ممكن الغذاء الملكي، تمام، اولا الله يبارك في الاصدقاء، صدقا خليه النحل بتطلع كل شيء، بس هي ترجع في النهايه للاخ رغباته ايه والسوق عنده والمستهلك عاوز ايه. تمام، يعني اللي عنده القدره نقدر نقول بينتج ملكات وفي نفس الوقت يقوم بانتاج غذاء ملكات، اكيد بلا شك ان هو مكسب ليه، بس اهم حاجه التسويق او الاحتياج ليه. كذلك موضوع البروبليس او العجبر، طبعا كل حاجه ولها توقيت، بس انا افضل فيما يخص حبوب اللقاح
بجد ان النحام ما يضيعش الفرصة دي. تمام. الله يبارك في الاصدقاء. ما فيش اي سؤال نتمنى طرحه؟ انا اتوقع الاصدقاء كانت في البث السابق، وللاسف بعد ما انقطع البث السابق ربما يكون المعظم ما انضمش لينا. الأخ رامي الله يبارك في عمرك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا ليك وللأصدقاء في سوريا. بتقول اشتريت 6 خلايا وبدك تنقلهم للحمضيات، ممكن أقفل باب الخلية عند المساء وتاني يوم الصبح بعد طلوع الشمس أنقلهم، وما هي الطريقة؟ الأخ رامي الله يبارك في عمرك، نتمنى بس عرفت هل الصوت واضح ولا في مشكلة. تمام، لعل بس اقدر ارد عليك. نتمنى من الاصدقاء كذلك اللي بيتابع معانا، هل الصوت كويس ولا في مشكلة؟ ممتاز، مشكور الاخ الكريم على المشاركة معانا. عامة اخويا رام الله يبارك في عمرك، اتوقع انك انت ما عندكش المقدرة تمام تنقل، نقدر نقول الخلايا ديت في الليل، لا يوجد مشكلة، قفل عليها نقدر نقول مثلا في المساء، أو قفل مثلا عليها قبل الفجر، قفل على فتحات السروح. حاول نقدر نقول تثبت البراويز منعا إن البراويز تتحرك أثناء النقل، ومن ثم انقل الصباح. تمام، أنا ربما يكون يعني بسبب الظروف داخل سوريا عندك، فكان الله في العون. انقل الخلايا الصباح، تمام، بعد ما توصل الموقع الجديد، تمام، وصلت مثلا بعد ساعة بعد اتنين، نزلت الخلايا ورصيت الخلايا، تمام، خلاص لا يوجد مشكلة عندك انك انت تبتدي تفتح فتحات الصروح. انصحك بس نصيحة، حاول تباعد ما بين الخلية والخلية الاخرى على الاقل ربع متر، ما بين كل خلية وخلية ربع متر. تفتح الخلايا متى؟ بعد ما تصل مباشرة ربع ساعة، تمام، يعني بعد ما تنزل الخلايا بعدها بربع ساعة افتح على الفتحات، خلي النحل يخرج، لان طبعا مش في صالح النحل انك انت تتركه مقفول عليه أزيد من اللازم. أتمنى الأخ رامي يكون استمع للإجابة. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قسمت خلية جديدة، وفي الخلية الجديدة عملت بيوت ملكية والملكة خرجت، بس في البيوت في أكثر من بيضة، أتصرف إزاي مع الخلية الجديدة؟ طيب، أولا الأخ الكريم أخويا جمال أتوقع، طب الأخ جمال عامة طالما خرجت الملكة، تمام، احنا دلوقتي منتظرين ان الملكه تتلقح. تمام، موضوع بقى ان في العين الثلاثيه اكتر من بيضه، احنا مش عايزين نخش في الاشكاليه دي، احنا اللي يهمنا دلوقتي ان الملكه العذراء اللي خرجت عندك تتلقح. بعد ما تتلقح نقدر ان احنا مثلا ندعم الخليه دي ببرواز حضنه، تمام، مغلقه، على اساس ان ممكن يكون في شبهه لا قدر الله في التكذيب. بس احنا اللي يهمنا دلوقتي ان الملكه تتلقح. لا قدر الله ان النحل يتكور عليها او يقتلها او كده، يعني احنا نسال الله يا رب يعدي الامور بسلامه. احنا اللي يهمنا زي ما بقول لك الملكه تتلقح، من ثم نقدر نقوم ببعض الخطوات. فاهم عليا؟ الاخ علي، بما انك تحدثت عن حبوب اللقاح، كم من الوقت يمكن تركيب المصايد في الخلايا، خاصه المصايد القاعده؟ وهل يمكن تعطينا طريقتك بالعمل؟ طيب الاخ علي، انا تكلمت عن الموضوع ده ربما يكون في اكتر من مره. قلت لابد ان احنا نقسم المنحل بتاعنا دفعتين او 3 دفعات. يعني بمعنى عندي مثلا في المنحل 60 خلية، بقسم المنحل ل60 خلية، طبعا خلية قوية، خلية نقدر نقول عندها القدرة ان هي تجمع حبوب لقاح. بقسم ال60 خلية دولت 20 20 20، وبركب المصيدة نقدر نقول في كل 20 خلية بركب المصيدة فيها لمدة مثلا 3 ايام، ومن ثم انقل المصيده في الدفعه الثانيه، ومن ثم انقل المصايد بعد كده في الدفعه الثالثه. منها اولا ان انا استفدت بحبوب لقاح، دي رقم واحد. الامر الاخر اديت فرصه للخلايا برضو ان هي تدخل حبوب لقاح، لان الحاضنه محتاجه، تمام،
وفي نفس الوقت انا ما عطلتش المصيده، بل بالعكس انا بشيل المصيده من هنا من الدفعه الاولى بحطها في الدفعه الثانيه، من ثم بشيلها في الدفعه الثانيه بحطها في الدفعه الثالثه. فاهم عليا؟ طبعا ممكن تعمل دفعتين برضو، يعني سواء حبيت تعمل دفعتين او ثلاثه ده ما فيش فيه اي مشكله. تمام. الاخ يوسف الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير. اخويا سميح بتقول علاج الاكارينا ان اليوم نقعد اخلي تفاح مع ميه زعتر وتوم. طب ليه يعني؟ انا مش فاهم يعني مال خل التفاح ومال الزعتر والتوم ده ملوش علاقه بالاكارينا. الله يبارك في عمرك. هذا جيد لرش الخليه. رش الخليه في ايه؟ ما هو انا بس عايز اقول لك رش الخليه في ايه كاكارينا. لا هو ملوش علاقه بالاكارينا. تمام. الله يجزيك الخير، مشكور الاخ رام، الله يبارك في عمرك، الله ييسر لك الحال. الاخ سميح بتقول انت جديد في النحل وما عندكش خبره. طب ما انا قلت لك بقى على المفيد بقى، انا قلت لك ارسل لي صوره خليه على الواتس وانا هديك المفيد، هل ده اكارينا ولا مش اكارينا؟ انت فاهم عليا؟ الاخ جمال بتقول حضرتك الملكه موجوده وفي اكثر من بيضه في العين، اعرف ازاي انها اتلقحت ولا لا؟ الملكه بقى لها قد ايه عذره؟ يعني الملكه مثلا لو في حدود العشر ايام 12 يوم تمام في الخليه وابتدى الحجم بتاعها يكبر. تمام. واهم حاجه خلي بالك بس، انا عاوز اقول لك على امر مهم. انت بتقول في اكتر من بيضه في العين الثلاثيه، طيب البيض ده بعد كده لما بيكون يرقات ومن ثم بيتم الاغلاق عليه، هل بيكون حضنه ذكور؟ يعني بيكون الحضنه نقدر نقول مرتفعه ليها قبه اللي هي حضنه الذكور، ولا حضنه مستويه منتظمه حضن الشغالات؟ انا اتكلم على الحضنه المغلقه، ده الاساس عندنا. تمام. لان خلي بالك بعد تلقيح الملكه في بعض الاوقات بيكون الملكه مش منتظمه في البيض، تجلس مثلا حدود الاسبوع ومن ثم بتعتدل مره تانية. فركز على الحضنه المغلقه، هل الحضنه المغلقه ذكور ولا شغالات؟ فاهم عليا؟ اخويا علي الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير، مشكور الاخ علي. نتمنى من الاصدقاء اللي بيتابع معانا يضغطوا على الاعجاب، لعل لو في اصدقاء اخرين ينضموا لينا. ونتمنى اللي عنده اي سؤال يتمنى طرحه، ان شاء الله يتم الرد عليه. الاخ سميح الله يبارك في عمرك، ما انصحكش ترش اللي انت بتتكلم عليه ده، التوم والزعتر والحاجات دي ما ترشهاش، انا انصحك لله. تمام. والامر في النهايه يرجع لك انت. طبعا نتمنى ان الاصدقاء اللي بيتابع معانا دلوقتي في البث ده، كان فيه بس تقريبا من نص ساعة وانقطع فيه الشبكة، كنا نتكلم فيه عن الخلايا الضعيفة وطريقة تقوية الخلايا الضعيفة دي. فنتمنى طبعا اللي يخص الموضوع او مهتم بالموضوع يستمع للبث السابق ان شاء الله بعد انتهاء البث ده. تمام. طبعا انا اتكلم للي يهمه الموضوع. طيب الله يبارك في الاصدقاء، اتوقع ما فيش اسئله تاني ولا ايه؟ يعني نتمنى لو في اسئله نستغل الوقت لعل يتم الرد عليها. الاخ جمال بتقول هي مش كل العيون فيها اكتر من بيضه، في عيون فيها بيضه واحده، فهل اصبر عليها؟ انا قلت لك بقى المختصر اخويا جمال، قلت لك شوف الحضنه هتكون منتظمه بعد ما يتم الاغلاق عليها ولا هتكون حضنه ذكور. تمام. ده هو نقدر نقول فيصل. الامر الاخر لو الملكه نقدر نقول تلقيح حديث، تمام، لابد زي ما قلت لك تصبر على حدود الاسبوع 10 ايام، لان ساعات في بعض الملكات بعد التلقيح بيكون مش منتظمه. تمام. وبعد كده بتنتظم، ده امر طبيعي يعني. فاهم عليا الاخ جمال؟ الاخ علي بتقول ضغطت خليها حتى يحدث احلال
أو تطريد. فلا الأول حدث ولا الثاني حدث. ماذا أفعل مع هذه الخلية؟ هل تقييم أو أتخلص من الملكة؟ بماذا تنصحني؟ ما أنا عايز أقول لك على شيء، ما هو أنت من الصعب تمشي النحل على مزاجك، فاهم عليا؟ يعني أنت صعب تمشي النحل على مزاجك، لأن النحل سبحان الله ليه بعض الحيثيات أو الأمور هو بيشتغل بيها دي من عند الله سبحانه وتعالى. أنت شايف إن الملكة مثلا فيها مشكلة وعاوز تغيرها، خلاص دور على مثلا على ملكه عذره في اي خليه اخرى، او شوف ملكه ما عندك من المنحل سواء ملقحه او عذره، وبعد كده ارفع الملكه اللي هي اللي انت عاوز تتخلص منها ديت، ونزل الملكه الاخرى. بس انصحك ما تتخلصش من الملكه اللي هي في الخليه اللي انت عاوز تعمل لها احلال او تطريد دي الا لما يكون معاك بديل ليها. لما يكون عندك بديل ليها، ما عندكش بديل ما تفكرش ترفعها، فاهم عليا؟ كيف استمر استثمر الوقت واجعل النحل يمط اكبر عدد من الاساسات الشمعيه؟ تستغل الوقت دوت، نقدر نقول في وجود الله يبارك في عمرك المرعى الغباري مع تقديم التغذيه السكريه، تمام؟ يعني نقدر نقول فتره تجييش النحل، فتره تجييش النحل. شوف عندك الخلايا في منحلك، هتلاقي نقدر نقول في بعض الخلايا ما شاء الله بتنزل البرواز بتبنيه بالكامل. الخلايا اللي تلاقيها نقدر نقول راغبه او عندها الرغبه في بناء اكبر كميه اساسات، حاول تستغلها، اديها تغذيه وخليها تبني معاك. في بعض الخلايا هتكون ضعيفه شويه في البناء، اللي ضعيفه في البناء دي هتحاول تديها، نقدر نقول بعد ما يتم بناء الاساس في الخلايا الممتازه تقوم رفعه وتديه للخلايا نقدر نقول اللي هي ايه محتاجاه، فاهمني؟ ده كله نقدر نقول ايام التجييش وانت بتجيش النحل. طبعا انت بتتكلم في في منخفض جو هيجي عندك الايام القادمه، ده على كلامك يعني. ففي الحاله ديت ان انا هنتظر لحد ما ينتهي المنخفض، ومن ثم بعد كده تقدر تقوم بالعمل ده، تمام؟ الاخ رامي بتقول 6 خلايا بدي انقلهم للحمضيات لمكان فيه 100 خليه عند اصحابي، هل الشيء بيأثر عند فتح باب الخليه بعد الفجر؟ هل يحدث قطار ما بين النحل؟ حاول تنزل بال6 خلايا دولت، الاخ رامي، 6 خلايا دولت حاول تنزل، نقدر نقول مش ملاصق للميت خليه، هو مش هيحدث قطار ما بين النحل. بس المشكله فين؟ المشكله ان نقدر نقول ممكن جزء من النحل اللي هو هيخرج عشان يستعلم يخش في خلايا الاصدقاء دي. طبعا ارجع اقول لك مش هيحدث قطار، ولكن هتفقد جزء من النحل من خلاياك هيروح الخلايا الاخرى. انما موضوع القتال او القتال ما بين النحل ده مش هيحدث، تمام؟ فحاول زي ما انا بقول لك تكون بس على الاقل يعني متباعد شويه ما بينك وما بين المنحى اللي انت نازل فيه ده، تمام؟ الامر الاخر بس انصحك في النقطه دي، في اليوم اللي انت هتنقل فيه الخلايا انصح الاصدقاء اللي انت هتنزل عندهم اللي هم عندهم 100 خليه ما يغذوش الخلايا في اليوم ده على ما النحل بتاعك يستقر، يعني ما يكونش هم مغذيين تغذية وانت تروح تنزل، هنا يحدث مشكلة. على الأقل زي ما أنا بقول لك لما النحل يستقر. الله ييسر لك الحل أخ جمال. الأخ يوسف بتقول كم يوم عمر حضنة الذكور حتى نربي بعدها الملكات؟ طيب بص الأخ يوسف الله يبارك في عمرك، أنت لما تكون عاوز تربي ملكات عشان تقسم، تمام؟ إمتى تربي؟ تربي لما يكون نقدر نقول حضنة الذكور خلاص مغلقة، حضنة الذكور في الخلايا مغلقة ربي. ليه؟ لأنك على ما تربي ملكات والملكات تخرج يكون نقدر نقول الذكور دي اتخرجت من العين السداسية وعندها القدرة نقدر نقول على التلقيح. بعدين بس أنا عايز أقول لك على أمر آخر، يعني أنت دلوقتي في الربيع، عارف يعني إيه؟ يعني أنت منحلك نقدر نقول لو ما فيهوش ذكور المناحل الأخرى مليانة ذكور. يعني أنا عاوز أقول لك معظم الاصدقاء اللي بتتابعنا دي لو جيت تسال اي واحد فيهم الخلايا عندك فيها ايه هيقول لك فيها برواز واثنين وثلاثه، الهلال العسل، الهلال العسل من الاعلى والاطراف كلها حضنه ذكور، صح ولا لا؟ معظمنا، لان نقدر نقول الذكور اللي النحل بيبنيها تهيئه للنحل او استعداد النحل ان يحدث تطريد، تمام؟ والتوقيت الحالي زي ما انا بقول لك بنسبه تقارب ال 95% كله عنده حضانة ذكور بكميات كبيرة.
تمام. الله يحسن لك الحال اخويا رام، الله يبارك في عمرك. الاخ محمد الله يبارك في عمرك، مش الله يبارك فيك. احسن طريقه لانتاج الملكات الاخ عمار الله يبارك في عمرك. والله بص، انتاج الملكات الطرق كتير جدا، انت عاوز كم ملكه؟ هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه، انت عاوز كم ملكه؟ تمام. الأخ محمد، لتحفيز النحل على مط الأساس وفي ظل الاضطرابات الجوية، هل يمكن تعويض المحلول السكري بسكر جاف؟ بص أخويا محمد، أنت إحنا هنتكلم بس بصراحة، يعني أنت داخل منخفض جوي، شيء مؤكد إنك أنت عاوز تحافظ على النحل ولا تخلي النحل يبني أساس شمع في المنخفض؟ صعب إن النحل يبني أساس في المنخفض. النحل يا سيدي الفاضل مع الاحترام يعني، أثناء المنخفض هيبتدي ينكمش داخل الخلية، او هيبتدي يتقور على بعضه داخل الخليه، لان الاجواء هتكون برد في المنخفض الجوي، فاهمني؟ يعني انت لو معطي توسيعه ازيد من اللازم في وجود المنخفض، تمام، هتبقى ضرر على النحل، فاهم معنى الكلام عليه؟ موضوع سكر جاف ده، هتعطي سكر جاف ليه؟ عاوز تعطي اعطي، نقدر نقول عجينه سكريه، تمام. لو منخفض جاي عندك شديد، اعطي عجائن سكريه، فاهمني؟ هل ينفع التقسيم على اطار واحد حضنه مغلقه ونزل ملكه عذراء؟ انت منين اخويا يوسف؟ انت منين؟ حته بلدك فين؟ الاخ علي بتقول، هل من طريقه للضم في الخلايا المكذبه مع الخلايا العاديه بيوم واحد من غير طريقه الجراد؟ هناك طريقه رش بالزيوت العطريه، ممكن رايك؟ والله بص، يعني اهم حاجه انا ما جربتش موضوع الزيوت العطريه، عشان اكون صادق معاك، انا جربت ميه الورد، جربت الضم عن طريق التدخين، وحتى عندي فيديو على القناه في القناه عامله في المنحل، يعني فيديو ربما 19 دقيقه في المنحل، كنت بصور فيه خليتين بضمهم وقفت على الملكه فاهمني، بشرح بالتفصيل يعني، تمام. ان موضوع الزيوت العطريه دي انا ما جربتهاش، تمام. ممكن اخويا علي، لو انت ما شاهدتش الفيديو دوت بعد انتهاء البث، اكتب لي بس تعليق وانا ارسل لك الرابط اللي هو خاص بالضم اللي انا كنت ضمه عن طريق التدخين، تمام. الاخ يوسف بتقول انت من العراق، ما هو في بعض الاصدقاء في العراق كانوا بيشتكوا في الايام السابقه ديت من عدم استقرار الاجواء، تمام، ومنخفضات جويه. انا ما انصحكش تقسم على برواز واحد، حابب تقسم على ملكة عذراء، قسم على الأقل بروازين، والبروازين دولت واحد يكون حضرة مغلق وواحد عسل، الاتنين يكون مغطيين كثافة نحلية البروازين، ومن ثم أضيف ملك عذراء، فاهم عليا؟ إنما ما انصحكش برواز واحد، لأ. الأخ علي بتقول شفت الفيديو، طب ممتاز، طالما انت شفت الفيديو تمام، اشتغل على اللي موجود في الفيديو، او لو انت حابب مثلا تضم بطريقه اخرى ضم، انما موضوع الزيوت العطريه انا ما جربتهاش، ما اقدرش اقول لك ايوه ولا لا عشان ما اضركش. الاخ الكريم بتقول، عندك نحل تحت الخليه ميت في الحضنه وفي حديث الخروج، وفي منه مقصوص الجناح، هل اكافح بالشرائح؟ ما هو برضه انا عاوز اقول لك على شيء، الاخ الكريم، انا ما اعرفش اسمك ايه، بس انا عاوز اقول لك على شيء، هو ايش ضمنك اللي انت اللي بتتكلم عليه ده فروه، تمام؟ يعني هل مثلا عشان انت شفت ان في نحل زاحف ونحل متقصف الاجنحه ده يكون فروه؟ تمام؟ يعني انا ما اقدرش اقول لك بنسبه 100% الكلام ده فروه ولا مش فروه، تمام؟ فاتمنى لو معاك رقم الواتس ارسل لي فيديو على النحل ده، تمام. بعدين الخليه عندك اهم حاجه فيها مخزون عسل في الداخل ولا الخليه جوعانه؟ انا بس عاوز اقول نقطه، الله يبارك في الاصدقاء اللي بيتابع معانا، في امور انا ما ينفعش اقول للاخ على البث دلوقتي، او حتى لما اجي ارد عليه في تعليق، تمام، اقول له الزحف او المشكله اللي عندك دي سببها ايه. في حاجات لابد ان انا اشوف النحل
انما في امور اخرى، اخ عاوز يعمل تقسيمه، اخ بيسال على سؤال نقدر نقول عادي، احنا بنرد ونتناقش فيه. انما الامور اللي بتحتاج تشخيص انا صعب ان انا اتفلسف فيها عشان ما اضرش احد لا قدر الله. يعني اتمنى بس ناخذ الشيء ده من الاعتبار. الاخ الكريم بتقول التقسيم بالبيوت الملكيه. انا مش فاهم يعني ايه التقسيم بالبيوت الملكيه، وضح لي سؤالك بس اكون مشكور ليك. الاخ عمار كان سأل سؤال احسن طريقه لانتاج ملكات، وقلت له انت عاوز كام ملكه، ما ردش عليا برضه. طيب الله يبارك في الأصدقاء، هل في أي سؤال آخر؟ أو الأصدقاء اللي كانوا سألوا أسئلة وقلت لهم وضحوا لي الأمر، هل متواجدين معانا يوضحوا الأمر؟ الأخ يوسف بتقول أنت مبتدئ، هل يستمر النحل في النشاط مع ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ40 مع وجود المرعى؟ أنا عايز بس أقول لك على شيء، درجات الحرارة مش هترتفع عندك، أنت من العراق صح؟ مش هترتفع عندك في العراق نقدر نقول في التوقيت الحالي لسه. التوقيت الحالي لسه. بس موضوع النشاط في المرعى مع درجة حرارة 40 أو لما هتزيد على 40، لا ما بيكونش زي دلوقتي. تمام؟ النشاط بيقل شوية. النشاط بيقل شوية، أو نقدر نقول التقدم في الخلايا بيقل شوية. طبعًا مع وجود درجات حرارة 40 في الحالة دي إحنا بنظلل بقى. بنبتدي نظلل على الخلايا، تمام؟ وبنقدم لها نقدر نقول مية شراب داخل المنحل لعل النحل يكون عنده القدرة، لأنه بيستهلك مية في الأوقات دي كتير جدًا يعني. تمام، على العموم بس انا عاوز انصحك نصيحه، يعني ربما يكون انت متابع معانا لسه جديد في القناه. انا دايما بمشي باستمرار في القناه هنا نقدر نقول الاعمال اللي احنا موجودين فيها في التوقيت الحالي، يعني موضوع درجات الحراره المرتفعه والكلام اللي انت بتتحدث عليه ده لسه مش دلوقتي، لما نخش فصل الصيف هتلاقينا بنتكلم فيه باستمرار، انما دلوقتي نقدر نقول استغل النشاط. تمام، استغل النشاط في نحلك وحاول تتقدم بالخلايا، ولو محتاجة تقسيم حاول تقسمه، ما تفكرش فيما بعد يحدث ايه. تمام، على راسي والله. يعني انت متابع من شهرين، انا اتكلم، انا عشان كده بقول لك انك انت ما انتش متابع معانا مثلا من العام الماضي او من السنة اللي فاتت او من سنتين، فلذلك بقول لك ان احنا بنحاول نمشي التوقيت بتوقيته افضل. تمام، من العراق يعني، ما فهمت صح، مع احترامي لك بس جاي لك. نحل مات يعني مطلع النحل خارج الخلية لونه ابيض وفي لسه. الاخ الكريم الله يبارك في عمرك، انا والله العظيم فاهم لغة اهل العراق ولي اصدقاء كتير هناك، يعني انا بس بوضح لك النقطة دي وفاهم قصدك والله صدقا، انا فاهم قصدك. انت عندك نحل نقدر نقول خارجه يرقات من الحضنه مرميه بره، وعندك نحل لسه خارج الاجنحه بتاعته مقصوصه وفي مشاكل، تمام، وعندك نحل زاحف، عارف الامور اللي انت بتتحدث عليها دي. تمام، وبتقول عاوز تكافح نقدر نقول شرائح ولا لا، قلت لك ارسل لي فيديو. تمام، وقلت لك اتاكد من وجود مخزون في الخلايا، مخزون عسل، فاهم؟ بس اتمنى يكون الصوره واصله لك، انا اكتر من كده مش هزود في الكلام يعني. اشتريت خلايا السنة اللي فاتت بعسلات، اطارات هذه الأخيرة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، لم أحفظ الاطارات بعسلها ده جيدة، هل سينظفها النحل؟ طب بص يا اخويا محمد الله يبارك في عمرك، انت بتتكلم البراويز اللي عندك دي مثلا مالها يعني؟ ثمرة؟ ولا هل عسة الشمع مشيت فيها؟ يعني هل مثلا اللون الأسمر ولا دودة الشمع مشيت في البراويز؟ يعني اتمنى بس معرفه ذلك. عامه لو بتتكلم ان البراويز لونها سمراء، تمام، وانت عاوز تحطها في العسيله انها تستفيد منها مثلا في موسم الفيض او موسم العسل، تخزين النحل فيها عسل، ما فيش مشكله. تمام، يعني ما فيش مشكله، بس زي ما انا بقول لك لو عندك كميه براويز كتيره سمراء حاول تجدد،
يعني حاول تجدد وتستغل النشاط، تنزل بعض براويز الاساس النحل يبنيها. تمام. يعني انا بس عاوز اتكلم في الجزئيه دي في امر بسيط. لما يكون مثلا على سبيل المثال عندك خليه 10 براويز، وكل ال10 براويز دولت براويز سمر قديمه، تمام، فانا كان حل نقدر نقول على الاقل اشيل منها 3 براويز من السمر القديمه دي وانزل 3 اساس، يبقى على الاقل حاله الخليه كبراويز نقدر نقول 60 70% براويز قديمه. تمام. فحاول تستغل زي ما انا بقول لك ان تنزل بروازين او 3 براويز جديده. بالمناسبه البراويز الجديده للاسف هي سلبيتها الوحيده في حاجه واحده، انا اتكلم على السلبيه الوحيده فيها، لما اجي افرز عسل لو البراويز الجديده دي النحل مخزن فيها عسل في الفراز ممكن تتكسر، وسهل ان هي تتكسر، دي السلبيه الوحيده. انما نقدر نقول كوضع الملكه بيض فيها وحضنه فيها وخروج نحل من الشمع الجديد ده كلها مميزات، دي كلها مميزات. وتاني حاجه انا بتخلص من اي ترسبات موجوده في الشمع القديم، انا بتخلص منه. تمام. بس انا بقول لك هي سلبيتها الوحيده في الامر ده، فحاول تستغل زي ما انا بقول لك وتنزل بعض البراويز النحل يقوم ببنائها، بالخصوص مع تقديم التغذيه، افضل ما تنتظر لموسم العسل، وبالتالي بيستهلك منك الرحيق، انا اراه انه مش في الصالح يعني. تمام. اخويا حيدر، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتنا ليك والاصدقاء في العراق، الله يبارك في عمرك. طب الله يبارك في الاصدقاء. نكتفي بالقدر دوت، اتوقع بعض الاصدقاء مش متابع معانا، اتمنى طبعا اللي ما تابعش البث اللي ما تابعش البث السابق اللي كان خاص بتقويه الخلايا الضعيفه يتابعه. تمام. لان كنا نتكلم فيه ازاي نقوم بدعم الخلايا الضعيفه. تمام. لو في احد انضم معانا ان شاء الرحمن بعد انتهاء البث دوت وعنده اي اسئله نتمنى طرحها، وان شاء الله يتم الرد عليه. الله يبارك في الاصدقاء. اخويا سميح في انتظارك ان شاء الله، تصور لي الفيديو ترسله لي على الواتس، سواء انت او اللي انا قلت له يصور لنا فيديو للنحل اللي بيكون فيه مشاكل او زحف او ما شابه ذلك. تمام. طب اخونا من السلطان الرد على سؤالك قبل ما ننهي البث، بتقول لاحظت السلام عليكم، لاحظت اجتياز بعض النحل في العيون الثلاثية، احتجاز بعض النحل في العيون الثلاثية، ورحت علاج الفروة حصلته خارج النحل عدد دودتين ميتة، ما هو أفضل التخلص من دودة الشمع، وهل البرواز اللي هاجم عليه الدودة صالح للاستخدام؟ طيب أنا لسه كنت أتكلم في البث دوت عن موضوع العسة، عسة الشمعة. تمام. وقلت لابد إن النحل يضغط الخلية. تمام. لأن أفضل طريقة، خلي بالك أنا عايز بس أقول لك على شيء، عسة الشمع بتتملك دايما من الخلايا الضعيفة، البروازين 3، خلية 10 براويز أو 8 براويز أو 9 أو 7 مضغوطة بالنحل وأرضية الخلية نظيفة، صعب عسة الشمع تتملك فيها، لأن النحل عنده القدرة ينظف أي دودة شمع أو عسة شمع في البرواز، بالخصوص لما يكون الخلية قوية وفيها كثافة نحلية. تمام. فأنا أنصحك الخلية دي لو ضعيفة لابد انك انت تقويها عشان تكون قوية، او تضمها على خلية اخرى عشان تتخلص من العسة دي او دودة الشمع دي. طب لو الخلية قوية خلاص في الحالة دي تبتدي تنظف ارضية الخلية. تمام. بس نقدر نقول انت بتقول في مشكلة وفي عسة شمع او دودة شمع، حاول تحطه نقدر نقول في خلية، طبعا لو خليته ضعيفة حاول تحطه في خلية فيها كثافة نحلية قوية، صدقني هينضفه وينظف اي عسه فيه. فاهم عليا؟ اخويا محمد بتقول يصعب عليك ايجاد الملكات في الخلايا وسلاله النحل تلي، هل من نصائح؟ مش فاهم انت تقصد اثناء فحص الخلايا. اخويا محمد ملكات الملكات نقدر اتوقع انت من الجزائر او المغرب او تونس، يعني طالما انت بتتكلم عن نحل التل انت من بلد في شمال افريقيا، انت بتتكلم ان اثناء الفحص ما بتشوفش الملكه بتكون صعبه. تمام. انت لو بتتكلم على كده طيب انا انصحك نصيحه بسيطه، حاول تعلم الملكات دي،
يعني هي افضل طريقه تعلم الملكات دي. تعلم مثلا بالوان يكون واضحه، يعني مثلا تعلم الملكه بلون اصفر، مثلا بلون نقدر نقول لون لون بمعنى اصح يظهر الملكه، على اساس انك انت اثناء الفحص تكون الملكه ظاهره. تمام، يعني دي نصيحتي ليك، تعلم حتى الملكه بلون ابيض، اي شيء تعلمه بيها، بس تكون حريص اثناء تعليم الملكات لا قدر الله مثلا تضغط على الملكه بطريقه خطا، ما تحاولش تجيب لون اثناء تعليم الملكه، ما تحاولش تجيب لون على جناح الملكه، لانه خلي بالك مش في صالح مش في صالح الملك. تمام، انا فاهم قصدك والله. في بعض الاصدقاء كانوا اشتكوا من الموضوع دوت، الخلايا اللي بتكون 10 براويز والخلايا اللي بتكون عسيلات بسبب الكثافه النحليه، وطبعا النحل التل ربما يكون شرس في بعض الاوقات. تمام، فالافضل زي ما انا بقول لك تتعلم الملكات دي، يعني دي الطريقه الافضل، ودي نصيحتي ليك، علم الملكات، ما تعلمش اي عذره، علم فقط المتلقح. تمام، حمض الاوكسجين. طب انت عندك درجه الحراره كام درجه؟ عرفني عندك درجه كام درجه وانا هقول لك ليه. ماشي، انت بتداوي بحمض الاوكسجين، ممتاز بقى، بتمنى لك التوفيق. بتداوي بيه بقى ازاي بقى؟ بتشتغل بالاوكسجين رش ولا بتشتغل بيه تدخين؟ عرفني بس. رش، تمام، بترش طبعا بالحمض الاوكسجين على النحل، عشان ترش مثلا اليوم، انا بس بعرفك شيء بسيط يعني، عشان ترش على النحل بحمض الاوكسجين اليوم. تمام، عشان تفكر ترش مره تانية بتتكلم قدامك 50 60 يوم، صح ولا لا؟ ولا انت بتكافح كل قد ايه؟ يعني انت لو كافحت يوم بالاوكسجين مش هتحاول تكافح مره تانية، او مش هتفكر تكافح مره تانية الا على الاقل نقدر نقول مع بدايه الصيف، فصل الصيف، صح ولا لا؟ الحرارة من 18 ل 25 درجة، لا ما انصحكش. ولو انت بيكافح بالاوكسجين على درجة الحرارة ديت، صدقني انا بعرفك شيء يعني. تمام، ما تكافحش على 18 ل 25، ده غلط يا صديقي العزيز. كم المدة التي تحتاجها العذرة للتلقيح؟ في حدود ال17 أيام تكون العذرة خرجت وتلقحت. تمام، يعني من 7 ل 10 ايام تتلقح، ولو زادت مثلا يومين ولا حاجه لا يوجد مشكله. تمام، الاخ الكريم انت مننا حته. طيب انا هقول لك على شيء، انت بتقول الصوت راح، انا اتكلم الله يبارك في عمرك، ان الاوكسليك من درجه حراره، تمام، من درجه حراره اللي انت بتتكلم عليها من 18 الى 25 درجه، صعب تكافح بالاوكسليك رش، هيضر النحل، دي رقم واحد. رقم اتنين، عشان تكافح بالاوكسليك اليوم، تمام، اللي هو 28/3/2024، مش هتفكر تكافح مرة تانية الا على نقدر نقول شهر 6/2023، يعني نقدر نقول بعد مرور مثلا 60 يوم، او نقدر نقول على شهر 5. فاهم عليا؟ لانك مش هينفع تكرر المكافحة بعد 20 يوم، مش هينفع تكرر المكافحة بعد 30 يوم، هتدمر النحل. ولا انت عندك خلاف ذلك؟ هل انت عندك خلاف ذلك، بتعمل عمل خلاف ذلك؟ تمام، الامر الاخر، انا بالنسبه للاصدقاء اللي بيتابع معانا انصحكم نصيحه لله، الاوكسليك اللي عاوز يكافح بيه رش، ينفع عند درجات الحراره 35 درجه 40 درجه 45 درجه. اصدقائنا في الكويت والعراق لو وصلت درجه الحراره عندك 50، كافح بالاوكسليك على مسؤوليه الشخصيه. ليه؟ لانه ممتاز مع درجه الحراره الاوكسليك، عكس الفورميك اسيد. الفورميك ممكن يضرب ملكات، انما الاوكسليك انك انت تكافح بيه في درجات حراره منخفضه، تمام، ده مش في صالح النحل. انا اكلمك بالمناسبه من تجربه شخصيه، تمام، والامر في النهايه يرجع لك انت مبتدئ، ما فيش مشكله، انت على دماغي وعلى راسي. تمام، بس انا بقول لك ان الاوكسليك، يعني اقول لك ايه باختصار شديد، تمام، بيأثر نقدر نقول على النحل وعلى اعمار النحل، لان ماده شديده جدا. تمام، فما انصحكش عشان ما تضرش الكثافه النحليه اللي عندك، ما انصحكش تكافح في التوقيت الحالي.
لو قفي مره خلاص بقى كان الله في العون، تمام. حاول تجيش نحلك، استخدم مواد اخرى، تمام. بتقول ما عندكش علم، خلاص انا افدتك بالموضوع والامر في النهايه يرجع لك، تمام. الاوكزيليك صدقا والله العظيم بجد بيأثر، اقول لك يعني انا مش عايز اخش في الموضوع لان الموضوع كبير، تمام. بس الاوكزيليك انا ما انصحكش تكافح بيه الا لما يكون درجات الحراره مرتفعه. بعد ما تكافح لابد انك انت تنتظر على الاقل 45 يوم او 50 يوم او 60 يوم حذاري تتكافح مرتين في شهر واحد، انه هيدمر لك الخليه فعليا، تمام. الله ييسر لك الحال، الله يجزيك الخير. على العموم مشكور جميع الاصدقاء اللي تابعت معانا، الله يجزيكم الخير، ونسال الله يا رب التيسير للجميع. ولو في اي سؤال ان شاء الله يتم طرحه بعد كده ان شاء الله نقوم بالرد عليه. مشكورين، شكرا جزيلا.